دي مستمعين اليوم السابع. طبعا احنا قدام الدبه، اسمها ايه الدبه دي يا عم؟ ده دب روسي اسمه حسونه. الدب الروسي حسونه. حسونه طبعا يعني على استعداد طبعا عشان شاف حارسه جايب له الاكل. طبعا هو متركب ومستني طبعا حارسه يديله الاكل. طبعا حضرتك الاكل طبعا كله الاكل كله في الايام الصيف دي حاجه مجمده، سمك هو مجمد. ارميله الاكل بنرميه في عندك في بركه المايه كده، بتبقى حاجه كويسه، بينزل يجيبها بتبقى حاجه كويسه ليه، وبتبقى لها حاجه ترطيب ليه، هو حتى الحيوان بيبقى في المايه وبيقعد ياكل. بص حضرتك من اكل السمك ده كده بنعمله هناك كده. السمك برضه مجمد. حسونه اهو ابتدى ينزل المايه اهو. حسونه بيقضي الصيف على طول في الميه طبعا، هو الصيف الخاص مفتوح. هو حضرتك المكان طبعا كل يوم بتنظف، الارض البركه دي كل يوم بتتنظف بتتملي. حسونه من الدب الروسي بيحب يدور، بيحب يعني بنديله له الاكل في الميه، بيحب يدور، بيحب يضيع وقت، احنا عايزين نضيع وقت في الميه، بحيث ايه بتبقى حاجه كويسه ليه، بتبقى ترطيب ليه. حسونه دب روسي طبعا بياكل ايه؟ بياكل لحمه، بياكل سمك، بياكل فاكهه، بياكل تفاح. هو طبعا شوف السمك ده حاجه الوجبه الاساسيه طبعا، بيحب السمك جدا. والسمك سمك مش جايبه من الثلاجه على طول، حاجه مجمده تبقى حاجه كويسه ليه في الايام اللي احنا فيها دي في عز الصيف. بص بياكل كام طقه في اليوم بقى؟ هو حضرتك هو ليه كميه اكل على حسب وزنه. يعني هو مثلا يخش مثلا في 200 250 كيلو، ممكن يوصل 300 كيلو، بياكل 5% من وزنه. ايه بياكل؟ بياكل ايه؟ ممكن بياكل لا لحمه لا سمك، يعني اكلناها سمك ما ناكلوش لحمه. بياكل جزر، بياكل تفاح، بياكل بلح، بياكل جزر، زائد الفاكهه لو في فاكهه في الصيف بياكلها، زي البطيخ زي اي فاكهه بياكلها. انا شايف يعني حسونه يعني مصيفه الخاص الميه. اطلع فوق كده، اطلع لك فوق كده، شوف طوله قد ايه، شوف طوله قد ايه دي يا حضره. اطلع فوق. طبعا زي ما انتم شايفين كده يعني حارسه بيأمره بأوامر بيسمع كلامه. فادي حسون فادي حسون فادي حسونة. طبعا حسونة لازم مكان يبقى نظيف، مكان يبقى نظيف حضرتك زي ما انت شايف، مكان نظيف، المراوح بتاعته شغاله، الدش شغال، شايف اللي فيه ميه نازله اهي، ميه نازله. لا لازم ندش. هشوف بنعالج ازاي، لازم ندش، ولازم المراوح، ولازم الميه. الميه دي لحضرتك بتتغير كل يوم، لازم تتغير كل يوم. ده روح لازم ناكله ونشربه ونحافظ عليه. سنه قد ايه بقى يا عم وحيد؟ هو حضرتك هو جاي بقاله بتاع هنا عندنا بتاع 7 8 سنين، هو جاي في 2016 2017 يعني. هو بقى الوقت عندنا كام سنه بقى؟ بتاع 5 6 سنين او 7 سنين هنا عندنا. دب جميل جدا، او بينزل يدور على السمك تاني على فكره. هو بينزل بيشوف فيه سمك تاني بيدور عليه. وطلع تاني. وبرضه بما في حاجه مجمده، ايه حاجه مجمده؟ بنعمل له دي حاجه مجمده، دي بالثلج بقى. ممكن نعمل له السمك، نحطه السمك ده مجمد. بص حضرتك ده مجمد. خد يا حسون اهو. مجمد ايه المجمد؟ بنجيب ممكن مجموعه فاكهه، تفاح، جزر، الحاجات اللي هو بيحبها، وبنحطها في التلفزيون ونقطعها، بيقعد يلحس فيها ويقولها، بتبقى حاجه كويسه في الصيف برضه. قول لي بقى، هو فترة النهار بيبقى ايه بره هنا؟ هو طبعا كل ما شاف الزوار طبعا في حارس واقف بياكل بيشرب بيتحرك، احنا اخر واحد بنمشي. هو الجبل ده ليه قفص، المبيد بتاعه جوه، بيخش ينام جوه.
وليه مراوح جوه، ودي كانت تكييفات جوه، في تكييفات طبعا. حاجات اداره الجنينه حضرتك بالحيوانات دي بالذات بيهتم بالاكل بالشرب بالنظافه. طب انت قول لي عن محيط بقى، انت يعني انت برضو بتتعامل معاه ازاي؟ يعني ضوافره وشعره؟ لا انا بتعامل معاه بحذر. الدب الدب الروسي ده شرس، طبعته شرس، لازم حذر. غير الدب الاسمر امريكي، الاسمر امريكي هادي شويه، الدب الاسمر امريكي هادي ممكن اطبطب عليه، ممكن اما ده لا، شوف حذر ضوافره، شوف ضوافره عامله ازاي. لا الدب ده ما جيش جنبيه، احنا بنتعامل معاه بالاكل بس، اكبرنا اكل. حتى في النظافه بننقله في مكان تاني ونخش ننظف، لو عايزين نبيض الجبهه بننقله في مكان تاني ونخش نبيض. لازم شايف هو ماشي معانا اهو، ماشي معانا عشان هو عارف ان انا باكله وانا بشربه، وعارف ان انا في ايدي فيها اكل، هو طبعا بيتحرك معايا. اهو ودي حسونه، وحسونه يعني الدب الروسي هو جميل جدا ولذيذ جدا. في دب تاني جالنا هو اسمه فارس، ده دب روسي برضه. خد فارس اول ما شافك جه علينا. طبعا لازم نيجي، هو عنده بركه، حضرتك بركه ميه برضه هنا. خد خد اهلا حسونه، اهلا حسونه، اطلع فوق، روحوا الميه. طبعا الدب الروسي روحوا الميه والاكل، ما المشكله بنحب نرميه في التل في الـ في الـ في, الـ في بريكه الميه، تبقى حاجه كويسه، يقعد يدور بقى وقت كده زي ما قلت لحضرتك قبل كده، يقضي وقت بيدور على السمك، دلوقتي بيدور على بص هيلاقي سمك، دلوقتي بيدور على السمك، سمك بياكل. يعني طول النهار بياكل، يعني طول النهار بياكل، بياكل بلح، بياكل جزر، بياكل خس، الخس طبعا حاجه مهمه، الخس ده لازم ياكل خس، وياكل بيشرب طبعا اللحمه، وبيشرب شوربه خضار. يعني برضه مع بجانب السمك في النول في درجه ارتفاع درجات الحراره والمراوح والميه، بياكل حاجه مرطبه برضه ليه؟ هو الاكل لما يكون الجو درجه الحراره عاليه الاكل كله مجمد. الاكل كله مجمد، وكمان السمك مجمد، جميع الاكل مجمد، حتى اجيب لك حاجه مجمده دلوقتي بقطعها له برضه، حاجه مجمده برضه اللي هي اللي زي ما قلت حضرتك بنعمل له حاجه مجمده بتفاح مع جزر، تبقى حاجه كويسه. قطع له برضه حاجه مجمده دلوقتي وايه؟ وتشوف برضه بياكل الحاجات المجمده دي. واحده طبعا زي ما انتم شايفين يعني يعشق الميه حسب طبيعته، يعني عايش وبياكل اكل مجمد والميه لازم تبقى عليه ودرجات حراره بروده في درجات الحراره. تفاح زائد جزر زائد ميه طبعا بتحطه في الفريزر بتبقى حاجه كويسه، طبعا بيلحس فيها بتبقى حاجه، ممكن ياكل التاني. تبقى حاجه مجمده ليه في الجو اللي احنا فيه ده، لما يكون في درجه الحراره لازم كل يوم كده، كل يوم لازم ناكله والميه تتغير. لازم احنا من اهم حاجه عندنا نهتم بالحيوان في النظافه في الاكل في الشرب، نشوفه زعلان من ايه فرحان من ايه اللي هو عايزه بنعمله له، احنا شغالين لخدمتهم هم لخدمه الحيوانات. بتعيبهم بقى ازاي؟ بتعيبهم ازاي؟ والله ده مش لعب، ده انا ما حدش يلعب مع ده خط احمر. انا ممكن نلعب مع الدب الاسمر الامريكي، ممكن تسلم عليا، ممكن تطبطب عليها اليفه شويه، اما ده لا ما ينفعش ان انا ده مش بتاع هزار. ده طبعا مستني، يعني شايف حارسه ومعاه الاكل مترقبه اهو. الازازه اهي، في ازازه اهي، شيلوا الازازه طبعا اهو. طبعا ابص اهو حضرتك تبقى حاجه كويسه، بص يقعد يلحس بقى فيها، طبعا في حاجه مجمده دي جميله جدا. تلج او بص نشيل التلج، بياكل الجزر، بياكل طبعا التفاح، تبقى حاجه كويسه في الجو اللي احنا، واحنا لازم يعني لازم الحيوان ده لازم نهتم بيه كل حاجه. حتى ادارته الجنينه حضرتك لما يكون في اي اكل مش عايزينه بيجيبوه على طول، وفي تلج على فكره، يعني لو انت قدمت شويه كان جايبين تلج ونحطه في الميه، يعني بيجيبوا تلج، يعني كل حيوان بياخد لوح تلج. ابص حضرتك
تبقى حاجه كويسه، بتبقى حاجه وجبه كويسه الايام الحر فيها، تبقى حاجه كويسه الحاجات المجمده اللي احنا بنعملها وبعدين دي بنعملها الحاجات دي، يعني احنا بنعمل الحاجات دي في ثلاجات عندنا وفريزرات، احنا بنعمل دي كلها. طب ورينا بقى انت بتاع بقى الدب الاسود بقى ازاي؟ طب صور بقى هاتها كده. طبعا زي ما انتم شايفين يعني الاطفال احنا في الاجازات دلوقتي، الاجازات الصيفيه بدات، وزي ما شايفين الاطفال يعني مقبلين على الحديقه وفرحانين بالدبه. الامريكي دي اسمها سميحه، الاصل الامريكي هادي شويه عن هادي شويه عن الروسي، الروسي شرس. دي جنبيها ممكن تديني تقول لي هات اكل، ممكن بطبطب عليها ولا سليم تسلم، بص تقول لي ممكن اقف كده اعمل نفسي مش واخد بالي منها تقعد تشدني اكل، عارف الجاكيته فيها اكل، اقعدي خدي يا سميحه، سلمي عليها يا سميحه، خدي خدي خدي. دي طبعا مولوده في الجنينه هنا، دي مواليد 2002. دبه لذيذه جدا طيبه، بنخش ممكن نخش ننظف عندها، ممكن نقف جنبها دي عادي مفيش مشاكل. خدي تاكل بلح اهو، بلح تاكل جزر. طبعا تعيش في الميه برضو. طبعا الميه عندها حضرتك هي ومراوح الدش، كل حيوان هنا حضرتك ليه دش وليه مراوح وليه كل حاجه. تعال يا سميحه خد تعال، حيوان بيسيبه براحته يعني، حيوان بيسيبه براحته يعني يمشي كده براحته، عايز يخش المبيت براحته براحته، عايز يقعد براحته، عايز ينزل الميه براحته، دي حياته هو. دب اصلا بيك بياكل لحمه، بتاكل سمك، بتاكل تفاح، بتاكل جزر، بتاكل بلح، بتاكل عيش بعسل. طبعا ده الحيوان ده الدب بالذات بيبقى رايح حرك حركته سريعه شويه. ايه الفرق بين الدب الاصم الامريكي والدب الروسي؟ فرق كذا حاجه. ايه هي؟ ان الدب الاصم الامريكي هاديه شويه عن الدب الروسي، حجمها قليل عن الدب الروسي، حتى في الوزن، الوزن الدب الاصم الدب الروسي اتقل من الدب الاصم الامريكي. وطبعا تاني شرس، دي هاديه طبيعتها هاديه. طبعا انت شويه حضرتك البركه دي كانت فيها دلوقتي، طبعا الواحد ثلج ساحب كل يوم من اداره الجنينه، في الواحد ثلج بتيجي هنا الدببه وبتاكل. تعالي هنا خد تعالي. طبعا تلحس هي حضرتك الحاجه الحلوه بتاعتها، فاكهه جميله تقعد تلحس براحتها، نسيبها براحتها، تلف لفه وديك تلحس، حاجه كويسه في الجو اللي احنا فيه ده. واحنا لازم نهتم بالحيوانات دي اللي هو المائيه، الحاجات اللي هي بتاعت تحب المايه، وحميهم كل شويه، بنحميهم طبعا بخرطوم المايه يعني. لازم نهتم بالدببه، دي شغلتي، دي حب ان انا بحب الدببه، لازم ياكلوا ويشربوا واطمن عليهم، لو في حيوان تعبان ولا حاجه ما اكلش بنبلغ الدكتور والدكتور بيجي يشوف الحاله، لو حيوان مثلا عنده اسهال، لو حيوان عندك منع اكل او اي حاجه من دي بناكله على طول. دي دب اسمر امريكي برضو اسمها سلوى، دي كبيره في السن عجوزه شويه، خد يا سلوى، هاي سلوى خد.